أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تدشين خدمة استرجاع مبالغ التأمين على رخص البناء والمتوفرة ضمن الحزمة الإلكترونية لخدمات البلديات عبر نظام بنايات. وتتيح الخدمة الجديدة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لملاك العقارات وأصحاب الطلبات ممن لديهم مبالغ تأمين لدى شؤون البلديات إمكانية استرجاع مبالغ التأمين بصورة إلكترونية فور استكمالهم عملية البناء وأصدار شهادة إتمام البناء، وذلك بطريقة سهلة وميسرة تختصر عليهم الوقت والجهد. هذا وأكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ مبادرات تطوير الخدمات الحكومية تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع إعادة هندسة بعض الخدمات الحكومية بناء على دراسة الملاحظات الأكثر تكرارا على النظام الوطني للمقترحات والشكاوى توصل.